في ظل ما تواجه المملكة من ظروف استثنائية لمكافحة فيروس كورونا، جاءت جائزة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حفظه الله للأطباء المتميزين في البحث العلاجي والطبي، تأكيدا على اهتمام المملكة المستمر في رفع مستوى الكفاءات الطبية والصحية في المملكة. مسيرة علمية طبية حافلة تخطو بها مملكة البحرين بكل كفاءة واقتدار، مستندة على كفاءاتها الوطنية وخبراتها الطبية المرموقة، والتي جاءت جائزة سمو رئيس الوزراء الموقر للأطباء البحرينيين المتميزين في البحث العلاجي والطبي لتكرمها وتعكس الدعم والرعاية التي يحظى بها الكادر الطبي في المملكة في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. طبعا نشكر القيادة الرشيدة واهتمام سمو رئيس الوزراء بالطبيب البحريني واهتمامه بعمل الجائزة أو بالإعلان عن الجائزة على أساس أنه يكون في تنافسية بين الأطباء في خدماتهم، وهذا كلها بيكون في ارتقاء الخدمات الطبية في البلد وتشجع الأطباء في العلوم الطبية. الجائزة أدت إلى ارتقاء الطبيب البحريني، وخاصة في فترة الاعتماد على الأطباء البحرينيين في جائحة الكورونا، وهذه طبعا نشكر سمو الأمير الملكي رئيس الوزراء في اهتمامه بأبنائه البحرينيين خاصة القطاع الصحي، وإن شاء الله احنا نكون على قد المسؤولية وراح نقدم كل جهدنا في ارتقاء الخدمات الطبية إن شاء الله في البحرين. أعتقد أن يعني هذه الجائزة كنا ننتظرها من زمان في الحقيقة، لأنه تدري يعني ناس يشتغلون في مجال معين من الأفضل أن تبين إنجازاتهم للآخرين من أجل تشجيع الأجيال الجديدة على اتخاذ نفس الطريق. الفكرة أنه أي أحد يسوي أي شيء يرتاح لما الآخرين يقدرون هذا الشيء ويعترفون به، هذا اعتراف بهذا المجهود. يعني الحمد لله يعني احنا حسينا من الأفراد المجتمع الكل ممتن للجهد اللي يبذل، يبذل الجيش الأبيض مثل ما نسمى، وهذه الجائزة تصب في هذا المجال. في ظل ما تواجهه المملكة من ظروف صحية استثنائية لمكافحة فيروس كورونا كوفيد-19، جاءت هذه الجائزة لتكرم جهود الأطباء البحرينيين تقديرا لما يقدمونه في مهنتهم النبيلة من جهود مخلصة وتضحيات كبيرة لخدمة وطنهم ومجتمعهم. هذه الجائزة هو تقدير للطبيب، وهو ليس فقط للطبيب، إنما تقدير للقطاع الصحي بأكمله بجميع أطيافه، من هيئة التمريض، من إداريين، من فنيين. هذا أول شيء. ثاني شيء، هي تحمل في طياتها حافز للأطباء والقطاع الصحي بصفة عامة للارتقاء بمستواهم وعمل البحوث الطبية لارتقاء مستوى الطب بصفة عامة في مملكتنا الحبيبة. إن هذه تفاعل بين القيادة الرشيدة والشعب البحريني الكريم، وهذه هو ما تولد في وجدان الشعب البحريني من تقدير للقطاع الطبي في الجائحة اللي احنا نعيشها، في الأزمة اللي احنا نعيشها. فهذه قام بالتعبير عنه سمو رئيس الوزراء من خلال تخصيصه لهذه الجائزة للأطباء، وأننا نحن نعاهد قيادتنا الرشيدة والشعب البحريني الكريم أن احنا بنكون إن شاء الله بنبذل أقصى ما في من جهد لارتقاء مستوانا ولحفظ وسلامة الوطن. مملكة البحرين وعلى مدى العقود الماضية عملت على دعم وتعزيز مكانة الطبيب البحريني من خلال العديد من المبادرات الوطنية، إلا أن جائزة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حملت في طياتها العديد من رسائل الشكر والامتنان الوطنية والشعبية للكوادر الصحية في المملكة. جهود وطنية طبية مخلصة يبذلها الكادر الصحي في مملكة البحرين على مدار الساعة، جاءت هذه الجائزة
جائزة سمو رئيس الوزراء للأطباء المتميزين والبحث العلاجي والطبي لتقدم لهم الشكر والعرفان والامتنان باسم مملكة البحرين وقيادتها وشعبها الكريم. يحيى العمري لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.